رغم ان النهارده حلقه تاريخيه وخاصه عن بطوله السوبر المصري والمواجهه المرتقبه مع سيراميكا كليوباترا، بس خلونا كده نبدا ايه، مش هقول نبدا سخنين، ولكن في توبيك كان في السوشيال ميديا عامل بلبله كبيره جدا في الفتره الاخيره، والسوشيال ميديا بالبلدي كانت مقلوبه. ليه؟ في تصريحات خرجت من الاستاذ هاني زاده عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق، وهو بالمناسبه لفترات طويله جدا كان رئيس منطقه الجيزه. التصريحات رغم انها قلبت السوشيال ميديا، ولكن ما شفت لهاش صدى ايجابي جدا في الاعلام الرياضي، رغم ان التصريحات دي لو في اوروبا تتسحب بطولات، تتلغي نتائج، ايقاف مسؤولين، الدنيا تتقلب بالمعنى الحرفي زي ما بقول. ليه؟ لما تتفرج على البودكاست اللي اتكلم فيه المهندس هاني زاده بصفته رئيس منطقه الجيزه او عضو مجلس اداره في نادي الزمالك، هتلاقي التصريحات فيها كلام كبير جدا. النهارده السوشيال ميديا خدت كل التصريحات وكتبتها. تعالوا نشوف النهارده لما الناس خدت التصريحات دي كتبت وقالت ايه. البدايه مثلا، انت عندكم النهارده مثلا المهندس هاني زاده في تصريحات نقلها مثلا موقع يلا كوره، قال انا كنت اقدم على نادي الزمالك كثيرا، وشلت بلاوي سودا وتقارير حكام عن مسؤولين كبار ولاعبين، كنت اطلب من الحكم عدم شطب اي مسؤول اقول له عشان خاطري، انا عملت اللي محدش عمله. ده بص التصريحات بقى ايه، المواقع كلها بتتناقلها. جملت الزمالك في كثير من الموضوعات باستثناء انتقال اللاعب محمد ناجي جده من الاتحاد السكندري للاهلي. جده كان ليه الحق انه يلعب في الاهلي، والملف وصل النيابه، وبالتالي ما كانش اقدر اتدخل في هذا التوقيت. قال على مستوى اللاعبين في الدرجه الاولى كنت لا استطيع ان افعل الكثير لان عليهم مراقبه كبيره. خش بقى كمان على مستوى بطولات الاشبال والناشئين، ومن سن 7 سنين لسن 20 سنه. بقول لكم ايه، ده انتوا لو رجعتوا بالزمن ورا شويه كانت في مباراه ما بين الزمالك والترسانه بتتلعب في ملعب نادي الترسانه، ملعب الشواكيش. المباراه دي حكم المباراه حسب ضربه جزاء لفريق الترسانه، حصل اعتداء على حكم المباراه. المباراه بدل ما تتلغي وتتحسب نتيجتها لصالح الترسانه، المباراه اتعادت من تاني. ارجعوا للتاريخ وشوفوا المباراه دي كان مين اللي بيحكمها وكان مين رئيس منطقه الجيزه، واربطوا الاحداث دي بالمباريات دي. المفروض لو اتحاد الكوره ايا كان، حتى لو تسيير اعمال، عندك لجان مختصه، التصريحات دي مش محتاجه حد يقدم شكوى، يتفتح تحقيق مباشره، يتشاف القرارات اللي اتخذت وقتها كان مدى تاثيرها على المسابقات، مين اللي كان يتشطب والحكام ما كتبوش ارضاء لرئيس منطقه الجيزه. هل ده كلامي؟ ده مش كلامي، ده كلام مقال، يعني اتقال صوت وصوره من المهندس هاني زاده.